السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي وكالة فرات الأنباء، أهلين فيكم من مطبخكم المطبخ السوري واللي منساوي فيه أشهى وألذ الأكلات السورية. وطبعا اليوم جيناكم بطبق جديد مع نهار صيام مبارك، كل عام وانتم بخير، الله يتقبل طاعتنا وطاعتكم. واليوم عندنا همبرجر على طريقة المطبخ السوري، هي هي على طريقة المطبخ السوري أكثر ما تكون همبرجر، يعني راح تشوفوه هيك إن شاء الله بتعجبكم وبأقل التكاليف كمان. جخه طبعا، وهلا عندي المكونات الرئيسية والأساسية كمان. عندي سمون للهمبرجر، عندي كيلو تقريبا بيطلعوا من 12 ل 15 حبة حسب الحجم، يعني هيك بيطلعوا عندي شي 12 حبة. وعندي خسة وملفوفة وأربع حبات بندورة وليموني. وعندي هون ست كعكات مكسرون بس لسه بدي أطحنهم. وعندي 700 جرام من لحمة الدجاج. وأكيد للسلطة ما بننسى الثوم، طبعا الثوم ما مايونيزها الثوم. وعندي كمان 4 معالق من اللبن، وعندي بهار اللحمي وفلفل، وعندي ملح. وهلا بداية رح نجهز الصوص أو السلطة بمصطلح أفضل. وهلا أول شيء رح نجيب الملفوف، ناخذ هذول الحزات هيك الناعمات المصفوفين المسطرين، زيكم شايفين بتعدوهم براء. هلا بنجيب الطاسه ونفضيهم بقلب الطاسه. طبعا ولهيك سلطه او هيك صوص جيبوا لكم ضلعين خس بيعطوا نكهه مع الملفوفات، مع الملفوفات بتصيروا هيك شيء روعه يعني. ننزل بالخسات هيك. هلا راح نجيب كريم الثوم، نجيب كريم الثوم وبننزله فوق خساتنا وملفوفاتنا. وهلا بننزل بمعلقتين من اللبن. بدنا عصرة ليموني مشان النكهة. وقت قلنا لكم بدنا عصرة ليموني يعني هيك بدنا بس. ترى هاي عيارها، لا حدا يقول لي هيك قصيتها. ولا رشة ملح صغيرة. وأكيد ما بتحلى بدون رشة صغيرة من الفلفل. ولا بنحركهم بنخلطهم بقلب بعض. طبعا اذا كان في عندكم مايونيز حطوا له، هاي اختياريه بين كريم الثوم والمايونيز. اذا انا بفضل كريم الثوم لان طعم الثوم فيها بتعطيها كمان نكهه كثير لذيذه. اللي بيحب يجرب يجرب، ما بتندموا ان شاء الله. وهيك الخليط بهذا القوام صار ممتاز. وهلا بنجهز شرحات البندوره مشان نحطها معهم. طبعا اللي بيحب يشرح يشرح بهاي الطريقه، لا تشرحوا بطريقه الدوائر، شرحوا بهاي الطريقه. ولا رح ناخذ دجاجي من هالخس الحلوه. هيك هدول الصفر الشقر. هلا بنجهز اللحمه سوا. اول شيء رح ننزل اللحمات بقلب هالزبديه. هلا رح ناخذ سلة الكعك ونروح فيها لمحضرة الطعام. وقبل ما نجي على محضرة الطعام اجباري لازم نشغل المكبس مشان يحمى ويظبط لنا وضع اللحمات. وهلا بننزل بالكعكات المحضرة، كسرون هيك شوي، خلوكم متعاونين. وهلا رح نسكر المحضرة ونشغل.
هاي يمين وهاي يسار. هيك صاروا جاهزات معنا. بهذا الشكل وبهذا القوام بيكونوا جاهزين كعكاتنا. رح ننزل فيهم هلا فوق. هلا بنعطيها رشة من الملح. بنعطيها كمان رشة فلفل. رشة الفلفل مهمة هون كثير. بنعطيها من بهار اللحمة رشة كثير منيحة. هلا وبعد ما عجننا اللحمة وصارت بهذا الشكل، شايفين لحمة أصلية ها أطوع، رح نجيب طاسة مي ونلك إيدينا أو كفوفنا بمصطلح أفضل، نلكهم بهاي الطريقة، ناخذ القرص، ناخذ قرص 75، ناخذ قرص 75 جرام، ندعبله هيك أو مندحبر على قولة الأرادني. هلا بنجيب قالب زبده بهذا الشكل وندهنه على المكبس كامل من فوق ومن تحت. هلا بننزلهم بهيك هذا الشكل الروعه. طبعا بنستناهم ليضربوا وجه بعدين بنقلبهم. هلا بنسكر عليهم بنقول لهم ناموا بهدوء من قوه تحتهم. وهلا لبين ما يستووا رح نحضر السمونات. نجيب السكين وبنفتحها بالنص بهذا الشكل. وهلا الخطوه الثانيه رح نفضي قلب السمونه من تحت. رح نفضي قلبها من فوق شوي. بدها تكون معنا بهذا الشكل. هلا رح احضر الباقيات نفسها وارجع لكم. هلا رح نكشف عن اللحمات. يا عيني على هالمنظر الجميل. رح نعطيهم قلبة صغيرة هيك. طبعا انا عندي المكبس من فوق ومن تحت، بس بما اني حطيت الزبده من تحت راح ارد اقلبهم منشان الطرف الثاني ياخذ الزبده منشان السقسقه يعني. بس هلا بنرجع من فوق بنطفيها، خليها بس من تحت شغاله. هلا راح نجيب سموني من هون نحط عليها سلطة المطبخ السوري. طبعا هاي السلطة شيء رهيبة. وهلا يا حزركم شو رح نعمل؟ رح نروح على المكبس. هلا بنروح على هالمكبس، نفتح المكبس هيك، نجيب سكين. لا شو سكين، ما مشي الحال. رح نجيب معلقة خشب، ناخذ أول قطعة هيك ونقول لها مرحبا بهذا الشكل هيك. طلعوا لي على هالمنظر البشهة، على قطة هاللحم الخرافية. هلا رح نكفي باقي المواد. وهلا للنكهة رح أعطيها كمان عالناعم معلقة من الصوص، يعني هيك بهذا الشكل وزيادة كمان. وهلا بننزلها بالبندورات هيك، شايفين شلون؟ وهلا بنعطيها أصغر جاجي عنا، نعطيها هيك. ولا راح نعطيها حركة القفل هيك، راح نقول لها اقفلي هيك. شايفين شلون قفلناها؟ ما بين معنا شيها. هلا يحزركم شو راح نعمل؟ ولا بنقول لها نامي مع جنب هون منشان نجيب خواتي. ولا بنجيب سموني تاني
نفتحها هيك وعلى السريع ناخذ معلقه سلطه بهذا الشكل، ولا بنروح على المكبس وبناخذ قطعه دجاج طبعا انتو فيكم تسحبوها هيك ومنيمها هيك ومنجي نعطيها معلقه هيك على الخفيف كثير يعني بهذا الشكل فقط للنكهه والتعباي. راح نعطيها 3 حزوز بندوره ونعطيها خستين. طبعا عصرة الليمون هون اختيارية بس انا ما راح احط ليمون. وهلا نعطيها قفلة الضياع، هاي القفلة ما بعدها قفلة بهذا الشكل ونحطها جنب اختها. وهلا راح ندهن المكبس من جديد. طبعا افضل شيء الزبده، بعطيكم نكهه خرافيه بلا سمنه بلا زيت ولا اي شيء. هلا كيف بدكم اياها؟ اكيد رح نحطها هيك احالها، بما انه عندي المكبس فوق وتحت رح احطها هيك، اما اذا عندي جريل رح احطها بالعكس. وهلا بنعطيها دهني على الوجه. طبعا في كثير من المطاعم ما بيحمصوها للهمبرجر وهذا خطأ كبير، يعني اذا ما كانت محمصة ما راح تعطيكم نكهة مع الاسف الشديد يعني. طبعا الهمبرجر يوم تكبسوه على المكبس ينكبس معكم وبتعطيكم شكل اذا كان على مكبس، اما اذا كان على جريل بتعطيكم تأميره، اما على هيك مكبس بتعطيكم هيك شكل زيكزاك، بتعطيك منظر خرافي وطعمه طعمه الزبده هيك بتلاقيها صغرت حجمها يعني صارت هينه على الاكل. وهلا راح نشوف همبرجراتنا. يا سلام على هالتأميره، جنح الدبور. وهلا بنجيب المعلقه يا شباب نعطيها هيك وبنسحبها بهذا الشكل، بنحط ايدنا هيك وبنقلبها. شوفوا على هالمنظر، طبعا ومثل ما نكون شايفين على هالمنظر الجميل اللي بيشهي، بس ما رح تكبر الشهوه هون، رح ندوقون ونعطيكم راينا. وهلا رح نمسك هاي ونقطعها، شايفين قلبها شلون؟ شايفين على هالداخل؟ شايفين قلبها شلون ما احلى؟ كله مرتب وكله مسطر وكله متوازن. وهلا صار وقت انه نعطيكم راينا. بسم الله الرحمن الرحيم. تكفيكم بس القرشه هاي اللي عملت هيك. ما عليها كلام ابدا. شي روعه. طبعا ولهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نتمنى انه تكون نالت اعجابكم ونتمنى انكم تجربوا وصفاتنا وتستفيدوا، واذا عندكم اي سؤال او اي استفسار راسلونا على بريد الصفحه او اكتبوا لنا بالتعليقات تعليقات حلوه وظريفه، وتابعونا ليصلكم كل جديد، وكنتم معنا بالمطبخ السوري.